أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز الخلوة والسفر بالمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها؟ نعم، إذا عقد عليها صارت زوجة له، يجوز أن يخلو بها ويسافر بها لأنها زوجته، لكن عرف الناس أنه ما يمكنونه إلا بعد ما يدخل بها، هذا عرف عند الناس، أما حكم الشرع فلا بأس، إذا تم العقد صحيحا فهي زوجته. نعم.